السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. في بس كام استفسار وصلنا في الفترة الأخيرة على إجراءات NMC أو إجراءات الخاصة بترخيص إنجلترا. بالنسبة للأوراق المطلوبة، هحتاج في البداية جواز السفر، شهادة التخرج إنجليزي، هحتاج ترخيص مزاولة المهنة إنجليزي لو أنت هتقدم بالترخيص المصري، لو معاك أي ترخيص من دولة خليجية نقدر نستخدمه عادي زي الترخيص السعودي أو الترخيص الإماراتي أو الترخيص القطري أو كده. ده في حالة لو معاك الترخيص الخليجي، يعني أي ترخيص من دول الخليج. ده بالنسبة للأوراق المبدئية اللي أنا محتاجها. طيب حد هيقول لي بالنسبة للمعاهد والتقني والبكالوريوسات وكل ده عادي، الناس بتقدم حتى لو معهد نظام ال5 سنين؟ هقول لك اه، بتقدم عادي وتقدر تشتغل تمريض بإذن الله، تقدر تشتغل تمريض في إنجلترا، مش مساعد تمريض حتى لو أنت معهد. وأنا لسه مخلص إجراءات لحد من الزملاء كان معهد فن تمريض جامعة المنصورة بالترخيص السعودي إن هي تشتغل تمريض في إنجلترا إن شاء الله، والموافقة وصلت على طول. فالمطلوب من حضرتك هتجيب الاوراق دي انجليزي، لو مش موجوده معاك انجليزي ممكن تاخد شهاده التخرج بتاعتك وتترجمها من مكتب ترجمه معتمد. لو كتبت على جوجل هتلاقي فيه مكاتب كتير جدا في القاهره وفي كل المحافظات مكاتب ترجمه معتمده. وبعد كده بتبعت لي الصوره اسكان، الصور بتاعت الاوراق دي كلها اسكان. وبالنسبه للترخيص الانجليزي بتقدم عليه في وزاره الصحه، بيطلع يعني ترخيص انجليزي بيطلع نفس اليوم، يعني مش موضوع مش صعب يعني، ومش مطلوب كمان يبقى موجه، عادي ممكن يبقى ترخيص عادي غير موجه عشان برضو التكلفة لو هتقل شوية. ده بالنسبة للأوراق. بعد كده لما بنسجل بيبقى قدامنا المفروض 2 سنين، خلال ال2 سنين دول بقى تقدر تمتحن امتحان CBT، تقدر تمتحن OET، تاخد او الايلتس او OET وهكذا. معاك خلال ال2 سنين تقدر تخلص الاجراءات بتاعتك لاستكمال عمليه الترخيص بقى، ان انت تسافر وتشتغل وتاخد الاوسكي هناك في انجلترا وهكذا. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. لو حد اي محتاج اي استفسار يقدر يتواصل معايا على الصفحه الشخصيه على البيج بتاعتي. شكرا.